اليوم إن شاء الله سنقوم بتغطية حدث فلكي نادر من نوعه اللي هو خسوف القمر الدموي أو بما يسمى خسوف القمر الكلي. ما هو خسوف القمر؟ خسوف القمر هو عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس منعكس من القمر، وتحدث هذه الظاهرة عندما يكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة، وعندما يتوسط الأرض كلا من القمر والشمس. يمر هذا القمر على عدة مراحل، منها مرحلة شبه ظلي، مرحلة جزئي، ومرحلة خسوف كلي.